بعض الفلاحين يقوم باستخدام المبيدات غير يعني الصحية أو الضارة ممكن، يعني يجب هنا أن يقف الإنسان مع نفسه إزاء هذه الأفعال أحيانا. نعم. مولانا، أولا صلوات ربي وسلامه على الحبيب مصدر النفع للبشرية، علمنا كيف يكون الإنسان نافعا. كيف يكون المسلم كالنخلة، هي نافعة في كل أجزائها. فالفلاح والفلاحة مش عايز أقولك من أفضل الأعمال، وقد تتعلق بعبادة الإنسان وسيره إلى الله تبارك وتعالى. ذلك بيعجبني حاجة، في مرة الشيخ الشعراوي في سيرته كما قرأت عنه، يعني قيل له يعني لو لم تكن شيخا ماذا كنت تحب أن تكون؟ قال أحب أن أكون فلاحا. ليه؟ الفلاح متوكل على الله تبارك وتعالى، الفلاح يبذل المجهود ويرمي الحبة ويقول يا رب، ويعطي مواعيد. نعم. على في موسم الحصاد. نعم. وهو متوكل تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. انت علي فلوس هديها لك بعد الحصاد، مش عارف ايه انا هجوز الولد بعد الحصاد، مش عارف ايه انا هجهز البنت في الموسم اللي جاي. الله، ده بيربط حياته بايه؟ بشيء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، لانك بتحط الـ 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 البذره وهي مغطاه، ما تعرفش هي هتطلع ايه، وهتطلع ولا مش هتطلع، وهتطلع ازاي. بس هو واثق في ربه. ثقه في الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الفلاح يعني هو احوج الناس لان يكون قريبا من الله. انت عملك كله توكل على الله، ما ينفعش تكون ابدا مصدر ضرر للناس. ما تغشش، بلاش الاشياء التي تؤذي، كن متوكلا، لا تستعجل. الاستعجال احيانا يخرج الشيء عن طبيعته. تعرف احنا بنتعجل البهيمة فنعطيها أشياء ممكن تصل بها إلى مرحلة جنون. جنون البقر ده جاي إيه؟ لأنك أنت أخرجت الحيوان عن طبيعته. الأمراض بتنتشر ليه؟ لأنك أخرجت الحيوانات التي تؤكل عن طبيعتها، أعطيتها أشياء هي ليست من طبيعة الحيوانات. يعني فكذلك دع الزرع، يعني أنت يأخذ دورته الطبيعية، دون إضرار، لا تضر بالبيئة ولا تضر بالآخرين، لأن القاعدة عندي بتقول لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار. الضرر يزال، هذه القواعد قام عليها هذا الشرع الحنيف. نعم. يعني طب أحيانا يتعرض أنه مضطر أن يشتري حاجات مجهولة المصدر، ربما تكون هذه الأسمدة مجهولة المصدر، يعني أو المبيدات مجهولة المصدر مضرة، بس هو ما يعرفهاش، يعني مش واخد باله من كده. أنا هقول لحضرتك على حاجة، لو حط حد واحد حط قدامه كوباية عصير مقفولة وغير معروفة تماما ولا يعرف ايه اللي جواها، يا ترى هيشتريها؟ طيب هيشربها؟ لا، هيخاف على صحته. طيب انا ليه لماذا لا اخاف على صحة الاخرين؟ لذلك التاجر اللي بيغش في العلامة التجارية، الذي يدخل اشياء يعني فاسدة ويبيعها للناس، الامراض انتشرت. احنا عندنا يعني احصائيات بتقول ان في امراض كثيره عندنا ليست عند دول كثيره. لما؟ بسبب قله الضمير وسوء التغذيه او سوء التغذيه. نعم. او الحاجات اللي ادخلها البعض لانتاج الانضاج. نعم. الثمار مبكرا. يعني فلذلك مشكلة. لا ينبغي للانسان ان يتعجل الرزق الذي قدره الله سبحانه وتعالى له، عليه ان يصبر، لا يستخدم اشياء مضره ولا يستخدم اشياء مجهوله المصدر. ليه؟ لان بذلك اروج للاخرين، أساعد على من يحترفون مسألة الغش والخداع. فالإنسان دائما يعني يستخدم كل ما هو مشهور، كل ما هو معروف، حتى ولو كان غالي الثمن، ولا يتعجل أبدا رزق الله تبارك وتعالى.